بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللهم يا ربنا، يا رب هذا الدعاء، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شرف فهم القرآن، اللهم إنا نسألك لذة فهم القرآن، اللهم إنا نسألك شرف العمل بالقرآن، اللهم لا تجعل رمضان آخر عهدنا بالقرآن، اللهم هب لنا من أنفسنا، اللهم هب لنا من أزواجنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم يا حفيظ، احفظ أنفسنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نعوذ أنفسنا وذرياتنا بك من الشيطان الرجيم، اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقرينه من حيث لا نراهم،
اللهم فيأسه منا كما يأسته من رحمتك. اللهم وانصرنا يا رب العالمين على أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وهي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويهلك فيه أهل عداوتك. اللهم وهيئ لهذه الأمة أمر رشدا. اللهم واجمعهم يا رب العالمين على كلمة واحدة. اللهم انصر عبادك الموحدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم وحرر المسجد الأقصى من عدوهم وعدونا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعطي لكل واحد منا مسألته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم واعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، غير فاقدين ولا مفقودين ولا مغيرين ولا مبدلين. وارزقنا يا رب العالمين صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلادل والتراب وحدنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.